مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله مش عالمه مع بعضنا اكله تونسيه بنينه ومعروفه اللي هي الكفتاجي. ان شاء الله تكون الوصفات اللي قدمتها في السابق عجبتكم ونالت رضاكم، وان شاء الله تكونوا اشتركتوا في قناتي وفعلتوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ننطلق على بركه الله. المكونات نتاعنا عندي بطاطا قطعت جويده كيما هكايا، قرع احمر نقولوا له في دول الشرق اليقطين، طماطم، فلفل على لونين خذيته اخضر واحمر. هي في الاصل سلطه الكفتاجي هذه يقطعوها سيور يقلبوها من بعد يخدموها بالبزوز سكاكر. انا نخير نعملها بالشكل هذا على طريقتي بالشكل هذا. ولهنا خذيت 3 بيضات. يعني نبدأ، خذيت هنا حطيت الزيت يسخن على الغاز باش نبداو نقليو. اول حاجه هي البطاطا. بسم الله بسم الله. هنا انا راني اعتمدت 3 كعبات بطاطا، تجمو تاخذوا اقل حتى كعبه كافيه، تجمو تاخذوا كميه اكبر انتوما وعدد الافراد نتاعكم وانتوما والكميه اللي حاجتكم بها. نقلي البطاطا نتاعي بعد نتعديو للمرحله المهمه. البطاطا تقليت باش نقيمها تو. نحطو على بابي كويسون، على بابي عفوا اسويتو. باش نقليو توا البيض. نحطوهم شطر طيب، العظيمات ما نطيبوهمش على الاخر، نحطوهم شطر طيب. نقليو توا الفلفل. الخضرة يلزمنا نكونو قطرناها بالباهي من الماء باش ما يتشتش. تو مش نقليو القرع. بسم الله. واخيرا الطماطم. هذايا الكفتاجي متاعنا بعد ما تقلى. باش نزيدو شوية فلفل أكحل وملح حسب الحاجة. باش نعمل العظيمات متاعي بالشكل هذا. تو باش نتعدى نعمل قريبات كفتة مع الكفتاجي بشويين، بعد نوريكم الكفتاجي والقريبات بتاع الكفتة اللي حضرتهم في طبق تقديم ان شاء الله. حضروا قريبات الكفتة متاعنا. لهنا خذيت الكمية هذه من حم مفروم بقري، باش نضيفولو بصلة مرحية كيما هكايا. هذه خذيت نصف راس ثوم وعصرته، باش نضيف لهم فقط فلفل اكحل وملح وندخل المكونات الكل. المكونات هذه الكل في بعضها. في الاثناء نمشي نشعل على الغاز نحطه يسخن.
عملت له فقط ملح وفلفل اكحل. مكونات دخلت بعضها اندمجت. تعدينا شوية نعمل كايبات كايبورات كايبورات ونشفيها. طبعا تاعي باش نضيف لها شوية زيت زيتونة ونبدأ نشكل كايبات الكفتة تاعي. مش نعمل بالشكل هذايا، نحب مش ندوري باش نعمل بالشكل هذايا كيما تشوفوا. نحطها على الطاوله نتاعي، مفيد الطاوله تكون سخونه. قبل نشكلها نحطها نشوي كايبات الكفته نتاعي، بعد ما نوريكم الكفتاجي نتاعنا والكايبورات يصب في طبق تقدي. فطورنا كما تشوفوا المتكون من الكفتاجي والكفته المشويه اخضر. ان شاء الله تجربوه وان شاء الله يعجبكم، وما تنسوش باش تشتركوا في القناة بتاعي وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. شيء طيبة، إلى اللقاء، باي باي.